السلام عليكم، ازيك يا مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. اذا ازيك يا، ها هو اليوم الرابع لمونديال قطر سنة 2022 ينتهي، وانتهى بسيناريوهات غريبة، منتخبات يعني عملاقة كانت يعني تعد من المرشحات الاولى من اجل نيل بطولة كأس العالم سنة 2022 بدولة قطر، سقطت امام منتخبات ليس بحجمها مثل المانيا التي سقطت امام منتخب اليابان. اما بالنسبة للمنتخب المغربي فاز يعني بنقطة واحدة، وهذه النقطة الثمينة التي حققها في هذه المباراة أمام منتخب كرواتيا بعدما انتهت هذه المباراة بتعادل سلبي. أما بالنسبة للمباريات الأخرى على سبيل المثال، المباراة جمعت بين إسبانيا وكوستاريكا، حرفيا منتخب إسبانيا أمطر شباك منتخب كوستاريكا في هذه المباراة بسباعية نظيفة. نعم عزيزي الكريم، سباعية نظيفة وفوز مستحق، وسحق منتخب إسبانيا منتخب كوستاريكا، وكذلك كوستاريكا تلقى العديد من الأهداف، وكأنها أمطار غزيرة دخلت شباك هذا الفريق. طبعا زي كرام، المباراة بدأت بقوة بالنسبة لمنتخب إسبانيا، استحواذ كبير جدا على الكرة وهيمنة وتعذيب كبير لفريق كوستاريكا من كل النواحي، سواء في خط الهجوم، خط الدفاع. خط الدفاع اليوم كان مرتاح، حارس المرمى كان مرتاح المنتخب الإسباني، أما بالنسبة لخط الوسط وخط الهجوم هو الذي كان يعني شغال في هذه المباراة. والمباراة بالنسبة لمنتخب إسبانيا تحولت إلى حصة تدريبية حرفيا اليوم، وهذه أول مباراة زي كرام يعني في هذه البطولة، في هذه الطبعة العربية مونديال قطر سنة 2022 يعني تكون فيها كثافة عددية من الأهداف، 7 أهداف، ولا منتخب أعزائي الكرام وصل لهذا الرقم في هذه البطولة، وما زلنا فقط في دور المجموعات، والله يستر وش راح يكون في قادم المواعيد. صراحة اليوم يعني السيطرة كانت تامة لمنتخب يعني إسبانيا، أما بالنسبة لكوستاريكا كان قاعد يتفرج فوق أرضية الميدان محاولا أنه يقلل من حدة منتخب إسبانيا، ولكنه لم يقدر فوق أرضية الميدان. لاعبي منتخب إسبانيا سواء الكبار أو حتى الصغار تألقوا بشكل كبير جدا في هذه المباراة، فمسجلي الأهداف عندنا مالمو في الدقيقة 11 هدف مبكر جدا كان في هذه المباراة، من بعدها أسونسيو زاد الهدف الثاني، كذلك فيران توريس سجل الهدف الثالث يعني قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني يعني سجل الهدف الرابع، غافي سجل الهدف الخامس، السادس سجله اللاعب سولر، وكذلك موراتا سجل في الوقت البدل الضائع لكي يضيف الهدف السابع لفريقه يعني الإسباني في هذه المباراة. الاستحواذ على الكرة كان كلي لمنتخب إسبانيا على نظيره كوستاريكا، بلغت حدتها زيكرام ونسبتها 72%، وإجمالي التسديدات على المرمى 17 تسديدة، بينما منتخب كوستاريكا لم يحاول ولا مرة. أما بالنسبة للفرص الخطيرة كلها كانت لصالح المنتخب الإسباني، بينما منتخب يعني كوستاريكا بلغة الأرقام كان قاعد فوق أرضية الميدان، كان يركز فقط على الدفاع وحراسة المرمى، أما هجوم منتخب كوستاريكا لم يكن شغال مثله مثل دفاعات منتخب يعني إسبانيا، وكذلك حارس مرمى منتخب إسبانيا الذي كان مرتاح جدا في هذه المباراة ولم يستقبل ولا تسديدة من طرف هجوم كوستاريكا. طبعا أعزائي الكرام، كان هذا أفضل سيناريو يمكن لأي منتخب أن يبدأ به في هذه البطولة، هو أنه يسجل 7 أهداف، يكتسب ثقة كبيرة، يدخل في جو المونديال لأنه هذه المباراة الأولى نتاعه، كذلك أعزائي الكرام إضافة إلى ذلك يعني يحذر خصومه في قادم المواعيد، فكان هذا أفضل سيناريو بالنسبة لهذا المنتخب منتخب إسبانيا. ننتقل الآن أعزائي الكرام وأشارك معكم تصريحات روغي بيرتسونغ مدرب المنتخب الكاميروني، كانت عنده بعض التصريحات اليوم في ندوته الصحفية بخصوص المنتخب الوطني الجزائري. حاليا هم راه يلعبوا المونديال، ولكن راه يركزوا على المنتخب الوطني الجزائري في الندوات الصحفية، أين تم طرح سؤال بخصوص المنتخب الوطني الجزائري على روغي بيرتسونغ مدرب المنتخب الكاميروني، حيث صرح قائلا: كل العالم شاهد وشاهد على مباراتنا أمام الجزائر، لا أريد تضييع وقتي في الحديث عنها، وأيضا الحديث عنها وعن هذه المباراة الخاصة بالمنتخب الوطني الجزائري، مباراة السد هي مضيعة للوقت، نحن نركز على مباراة الغد ضد سويسرا ونريد الفوز بها ونتصدر مجموعتنا. قالك مانيش باغي نضيع وقتي كي نتكلم على المنتخب الوطني الجزائري، راح نركز على مباراة سويسرا مباراتنا الأهم. صراحة يعني بالنسبة للمنتخب يعني الكاميروني وكذلك روغي بيرتسونغ، مش هو فيه العيب يعني، تلقى كولاسة، تلقى دعم من سامون إيتو، هو الفائز الأكبر، ولكن العيب فينا احنا زي كرام، مالقري احنا تكلمنا عن الكولسة وتكلمنا عن بزاف حوايج زي كرام، ولكن كانوا يقولوا علينا باللي انكم راكم متشائمين. احنا تكلمنا على التحكيم قبل شهر مارس، قلنا لازم انه الفاف تتحرك وتبدل لنا هاد الحكام، الفاف تحركت وما دارت والو عزيزي الكرام، الكلمه نتاعها غير مسموعه في الكاف، حيث رفض يعني تبديل الحكمين كل من جوشوا بوندو وبكاري غاساما،
فالعيب فينا احنا عزيزي الكرام اللي ما عندناش رجال داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، يعني يضربوا الطاوله على المنتخب الوطني الجزائري باه يغيروا لنا الحكام. انا بالنسبه لي لا الوم المنتخب الكاميروني، او لا الوم يعني روجوبيرتسون مدرب المنتخب الكاميروني، ما قدروا يديروا كولسه، يعني الشاطر كان رابح عزيزي الكرام في هذيك المباراه، ولكن احنا فينا العيب. من الاخر عزيزي الكرام احنا فينا العيب، احنا كانوا ماشيين يترشحوا رجال هنا من الجزائر الى الكاف، يعني ضربوا فيهم يباري على الذاكره، خسروا لهم الدوسيات نتاعهم، باه ولا واحد جزائري يطلع في الكاف. وحاليا فما طفرت فينا، احنا ما نحبوش الخير لبعضنا على الذاكره، احنا ما نحبوش الخير لبعضنا، هاي طفرت فينا في ملعب مصطفى تشاكير، وان كنا محتاجين دعم من داخل الاتحاد الافريقي لقينا رواحنا يعني ولا واحد مساندنا في الاتحاد الافريقي، والكلمه نتاعنا غير مسموعه. فالف مبروك للمنتخب الكاميروني، نقولها ازاي كرام حاليا، نقولها بما انه المونديال بدا، الف مبروك للمنتخب الكاميروني، نجح بكولسته باه يتاهل الى المونديال، ولكن انا مش راح نشجع المنتخب الكاميروني يا جماعه، ماذا بيا يخسر خساره ذليله امام منتخب سويسرا وكذلك يعني المنتخبات الاخرى مثل صربيا وكذلك البرازيل، على بالنا بلي انه بريمي تور راح يخرجوا من المونديال، ولكن يعني استعرف بهم، داروا كولسه، جاوا لهنا لبلادنا، داروا لنا كولسه، خربلونا هنايا وداروا كولسه، وراحوا عزيزي الكرام يلعبوا في المونديال، ولكن احنا ما نحبوش الخير لبعضنا، نهار الناس كانوا رايحين يترشحوا للكاف ما حبولهمش، فالعيب في من عزيزي الكرام راه فينا احنا حرفيا. ما غاديش يعني افونسيو للقدام مادام بنفس العقليه، نقولها عزيزي الكرام حاليا يعني بكل صراحه. طبعا مباراة الكاميرون أمام سويسرا ستكون غدا على الساعة 11 بتوقيت الجزائر، وعن علاش راني نشارك معكم هذه الأشياء؟ يعني راني نشارك معكم هذه الأشياء بها غدا إن شاء الله نشوفوا فضيحة للمنتخب الكاميروني الذي صراحة تحضيراته مؤخرا لمونديال قطر سنة 2022 كانت بنتائج مخيبة للأمل، ولكن هم راهم طامعين في حاجة كبيرة جدا تفوق الخيال. بالنسبة للحكم الذي سيكون حكما في مباراة الكاميرون أمام سويسرا، طبعا الزيكرام هو حكم أرجنتيني صراحة يهدي العديد من البطاقات الحمراء فوق أرضية الميدان بشكل عادي جدا. فنتمنوا لهم الأسوأ، يعني داروا فينا كولسة، مبروك عليهم التأهل، يعني نقولها من الآخر عزيزي الكرام، ولكن مش راح نشجعهم ونتمنى لهم الأسوأ، لأنه أنا ما أسمعش واش داروا فينا عزيزي الكرام في ملعب مصطفى تشاكير بكولسة، وكاميرونيين عزيزي الكرام فضحوا هذه العملية والخطة نتاع سامويل إيتو سابقا. بالنسبة لتصريحات أخرى من روجو بيرتسونغ صرح قائلا: نحن نعلم إلى أين نحن ذاهبون، لكن لا أحد هنا يعرف أين سنتوقف. على بالنا وين راح يتوقفوا؟ راح يتوقفوا في مطار قطر الدولي في أول طائرة تتجه إلى الكاميرون، كابتك ويليتك، يعني بعد دور المجموعات مباشرة. في خبر آخر أعزائي الكرام، إنجلترا والدنمارك يهددون بالانسحاب من الفيفا بسبب منعهم من ارتداء شارة تحمل الألوان في كأس العالم. هادو شكون؟ يعني الدنمارك وانجلترا. مع بولندا صراحة تجي عليها، لأنه أول مباراة نتاعهم أمام المكسيك لاقات صعوبة كبيرة جدا أمام منتخب المكسيك، وكانت قريبة تخرج بخسارة مهينة في هذيك المباراة، ولكن بالنسبة لمنتخب انجلترا رابح بستة أهداف وباغي تنسحب، يعني هنا أنت راك متخوف، هنا راك تبين لنا الخوف نتاعك يعني من سيناريو الأرجنتين أمام السعودية، راك متخوف يعني في أي مباراة قادر تنقلب عليك النتيجة وتخرج بإهانة مثل ما أهين رفقاء ليونيل ميسي. حسب رأي الشخصية أعزائي الكرام، ما هم قادرين يلعبوا بدون إشارات وبدون شارات هذه الخاصة بالألوان، ولكن هم راح حابين يعقدوها على روحهم أعزائي الكرام، حابين يديروا الشو في هذه البطولة. بالنسبة لتصريحات أخرى من روجو بيرتسونغ أعزائي الكرام، يعني في ندوته الصحفية دائما وأبدا تكلم عن الرشوة، يعني صرح بخصوص الرشوة الذي يعني فجرها لاعب منتخب الكاميرون السابق، وين قال لأنه سامويل إيتو شراو الحكم بمبالغ طائلة جدا بكاري غاساما، وطبعا تم طرح عليه سؤال روجوبيرتسون في ندوته الصحفية، وصرح قائلا: لا أدري أصلا ما الذي قاله إدريسو. إدريسو هو صاحب التصريحات اللي قال بأنه إيتو شرا الحكم، وصرح قائلا: روجوبيرتسون هل تفضلتم وأخبرتموني بذلك؟ قال لكم بلي مانيش سامع بهذه الحكاية أنا، ماذا بكم تقولوا لنا هنا؟ وطبعا الصحافه لم تتكلم حول هذه النقطه، فتجاهل السؤال بهذه الطريقه. انتقل الان اعزائي الكرام الى المباراه المواليه التي جمعت بين كندا وبلجيكا، وشوط اول بدا باثاره وضربه جزاء ضاعت على ايادي منتخب كندا بتفوق كبير من يعني كورتوا، وطبعا من بعدها استقبلت هدف في نهايه الشوط الاول منتخب كندا. منتخب كندا اليوم فاجأ الجميع بجرأة وضغط عالي وأداء جيد، والفرص الكثيرة التي صنعها تحت حماس متواجد فوق أرضية الميدان من اللاعبي منتخب كندا ضد منتخب بلجيكا، مالغري أنهم كانوا متأخرين بها
بهدف، ومنتخب كندا اليوم كان عنده استحواذ أقل لكن فعالية أكثر يعني أمام مرمى منتخب بلجيكا. أما بالنسبة لمنتخب بلجيكا كان منظم ومنتشر فوق أرضية الميدان بشكل مثالي، ولكن تركوا بعض المساحات لفريق الخصم مما جعل كندا تسيطر عليهم في الشوط الأول، وغابت عنهم للأسف الشديد اللمسة الأخيرة لتحويل فرصهم إلى أهداف في هذه المباراة. والشوط الثاني كان فيه فرص أقل من كلا الجانبين، وبلجيكا أرادت الحفاظ على النتيجة للتفكير في المباراة القادمة واللعب بدون جهد مبذول في هذه يعني الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الثاني، وأيضا سيطرت على منتخب كندا ويعني أنقصت من حدة خطورتها. فهذا هو ملخص أعزائي الكرام مباراة اليوم لليوم الرابع لمونديال قطر سنة 2022. ونختم هذا الفيديو أعزائي الكرام بتصريحات حفيظ دراج معلق قناة بي إن سبورت الذي تكلم عن إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من مونديال قطر سنة 2022. فكما تشاهدون في هذه التصريحات الظاهرة أمامكم، حفيظ دراج صرح قائلا: خروج الجزائر من المونديال كانت انتكاسة كبرى بعد انتكاسة الكان، كنا الأكثر استحقاقا للتأهل لكننا ارتكبنا أخطاء تكتيكية، غاساما كان جزء من المسؤولية وليس مسؤولا رئيسيا عن عدم تأهل الجزائر. بالماضي واللاعبين لديهم جزء من المسؤولية في نتيجة المباراة الخاصة بالكاميرون، وبالماضي صاحب المسؤولية الأكبر في عدم التأهل بسبب خياراته التكتيكية. أنا واحد من الناس قلت لكم بأنه بالماضي واللاعبين يتحملوا جزء من هذا الإقصاء وهذه الخسارة في ملعب مصطفى تشاكر الأخيرة هذه المباراة، وكذلك بكاري غاساما يتحمل أيضا جزء من الخسارة. ولكن حسب نظرات يعني حفيظ دراج يقول باللي أنه بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري هو الذي يتحمل نسبة أكبر يعني بسبب تلك الخسارة، بالرغم أنه قال القرار التحكيمي أثرت سلبيا على المباراة، ولكن بالماضي هو يعني صاحب المسؤولية الأكبر في عدم تأهل الجزائر إلى المونديال. هل تتفقون مع تصريحات يعني حفيظ دراج أم تتفقون مع تصريحات السابقة وقلت لكم باللي أنه بكاري غاساما هو اللي أثر بشكل كبير جدا على إقصاء المنتخب الوطني الجزائري أكثر من اللاعبين وجمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.